رجعنا سريعا لسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا في كلام في الميديا، ومعانا دلوقتي منورنا في الاستوديو استاذ عثمان سالم مدير تحرير جريده الاخبار. مساء الفل على حضرتك. اهلا بيك، مساء النور. اهلا وسهلا، منورنا. ده نورك، ربنا يخليك. طبعا في البدايه عايزين نتكلم عن مباراه امبارح، مباراه الانتاج الحربي والنادي الاهلي، مباراه اللي انتهت بتعادل سلبي غير مستحق للنادي الاهلي. طبعا كان في تجاوزات كتير قوي تحكيميه خلال اللقاء ده، الحكم لم يحتسب طبعا اول ضربه جزاء في الدقيقه السادسه من اللقاء لصالح وليد ازارو، يعني زي ما كانوا بيقولوا في لغه المصارعه كان ناقص لاعب الانتاج الحربي يجيبه لمسه اكتاف يعني. بالاضافه طبعا لهدف مؤمن زكريا اللي اتحسب ان هو تسلل، رغم ان هو كان هدف صحيح 100% وما كانش في اي لاعب من النادي الاهلي متسلل في الوقت ده. اولا قولي شفت اللقاء ده ازاي؟ يعني اولا انا اتفرجت على المباراه بالكامل الحقيقه، وبعدين يعني في حاجات بتبقى واضحه للعيان، يعني مش محتاجه لتقنيه لناس بتتكلم على تقنيه الفيديو او بتتكلم على المسائل التقديريه او حتى القرارات اللي بيبقى او الفاولات او الاخطاء اللي بيبقى فيها اكتر من راي يعني. فالحقيقه انا شفتها زي ما ناس كتير شافتها، والنهارده كمان بالمناسبه كانت واضحه وضوح الشمس. النهارده الكابتن مختار كان بيتكلم في احدى الاذاعات الصبح، وقال انا شفت ضربه جزاء انها صحيحه 100%. وطبعا هو مدرب الانتاج الحربي صحيح. وعلى الرغم انه اهلاوي، لكن هي المساله هنا مرتبطه بمساله بالضمير، مساله الضمير المهني اذا جاز التعبير يعني. فبالنسبه الواقعة سليمة، وبعدين كمان الحكم الخامس قريب جدا يعني صحيح. إذا كان إبراهيم نور الدين كان بعيد شوية، فحتى التلفزيون جابوا أكتر من مرة وهو بيتابع بدقة يعني. فالمفترض أن الواقعة قدام عينيه، قدامه يعني، مش حاجة، هي لقطة قدامنا أهو بالظبط، والحكم أهو يعني الحكم معقول مش شايف معقول يعني معقول. ما هي دي الوجه الغرابة في الموضوع يعني، حاجة غريبة جدا. طبعا يعني ازاي، وبص تركيزه ورايح جاي مع الكرة ازاي، سبحان الله، ومش شايف. يا سبحان الله، يعني انا ما شفتش حد مركز بالطريقه دي وبيشوفها غلط. هي ما فيهاش يعني ما لهاش خلاف انها ركله جزاء مستحقه للنادي الاهلي. وبعدين اللي اضيف اليها كمان، امال ده اسمه ايه؟ مين؟ ابراهيم نور الدين ولا؟ يعني ده اسمه ايه؟ ده اسمه يعني، هو هي ما فيهاش اختلاف وهي واضحه. لا ما اقدرش اقول انه ده تعمد اهدار حق الاهلي، لكن ده خطا فني فادح مع من حكم قديم وله اسمه. والمفترض ان اي حكم بيحافظ على اسمه، بيحافظ على تاريخه السابق قبل كده، واذا كان هو بيفكر انه يبقى في القائمه الدوليه او هو في القائمه الدوليه بالفعل، او انه هيحكم مباراه في دوري الابطال الافريقي او ممكن يبقى عنده فرصه انه يروح كاس عالم، فكل الامور دي ده بيقلل من درجاته، بيخصم من رصيده فيما لو رشح لأي مباراة مثلا أفريقية أو أي مباراة دولية. ففي حاجات القرارات اللي زي دي بتبقى فيها زي ما قلت حضرتك انها بتخصم من رصيد الحكم أكيد بشكل كبير يعني. فأنا بتصور انه لابد ان هو يكون شاف اللقطة وشاف سيبك مثلا مسألة الهدف بتاع مؤمن انه ممكن ما يكونش شاف، لكن الواقعة دي مسجله. وبعدين بس ازاي يعني؟ ده واضح جدا. ممكن تعرضوا لنا ده. احنا بنتكلم على ان اهدار حق مبكر للاهلي كان ممكن يغير النتيجه. طبعا يعني كان ممكن تبقى النتيجه مش مجرد فوز بس، لا ممكن يكون اكثر من هدف يعني. طبعا ده لا يبخس حق الانتاج الحربي انه لعب وانه دافع بشكل جيد وانه نجح ان هو يخرج صحيح بنقطه من المباراه، لكن اهدار حق الهدف اهو قدام حضرتك. فيش اي نوع من انواع التسلل في اي حاجه؟ لا 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 خالص خالص. ازاي خالص يعني؟ فالحقيقه يعني رده الفعل والغضب من الناس امبارح، انا تابعته من خلال تليفونات مع اصدقاء من ناس النهارده بقى شفتها في كل الناس بتتكلم سواء في وسائل الاعلام الصبح او صحيح حتى رجل الشارع العادي، كل الناس بتتكلم في الواقعين دول تحديدا يعني. فأنا بتصور أنه لجنة الحكام وهي رئيسها أو المشرف عليها عضو مجلس إدارة في الاتحاد كابتن عصام عبد الفتاح، لابد أن هم يكونوا
بيراجعوا حساباتهم في مساله المباراه بتاعت امبارح، لان بس هي جايه في وقت كمان بتقول ان ده وارد، التصريحات الطبيعيه المعتاده اللي بتطلع دايما بها لجنه المسابقات او لجنه الحكام، اللي بيطلع يقول عادي الحكم بشر بيخطا والخطا ده وارد جدا في كره القدم وهيفضل فيه اخطاء لحد اخر. هي شو انا هقول لحضرتك حاجه، السنه اللي فاتت كان في واقعه بالنسبه للزمالك والمقاصة، وكانت حديث صحيح حديث طبعاً الشارع واعترف بها كل الناس، وعملت أزمة كبيرة والزمالك هدد بالانسحاب صحيح. يعني أنا أولا بستحسن موقف النادي الأهلي أنه لم يصعد الأمر، وإن كان من حقه أنه يطالب اتحاد الكورة بموقف ضد الحكم صحيح، وأن اللجنة لابد أنها تعيد حساباتها، لأنه النهاردة أنت النقطتين زي دول بحسابات النقاط في نهايه الموسم ممكن يضيعوا البطوله من اي نادي، سيبك من بصرف النظر عن النادي الاهلي. نتكلم بقى عن التحكيم مع النادي الاهلي، من ساعه ما ابتدى الدوري في الخمس اسابيع دول فالنادي الاهلي ضاع عليه بسبب التحكيم 4 نقط. بالتاكيد طبعا، لانه هو انا عايزك يعني عايز اللجنه تديني حقي سواء استحق او لا استحق. يعني لو الاهلي ما يستحقش او الزمالك او اي نادي لا يستحق الفوز، بس ما يبخسش حقه. كون ان هو الانتاج الحربي لعب وانه نجح ان هو يصل بالنتيجه للتعادل السلبي وانه هو يستفيد بنقطه ويخسر الاهلي نقطتين، لان دي مش براعه من الحكم ولا دي موضوعيه في اداره المسابقه. يعني الموضوعيه ان انا ادي كل واحد حقه، واذا كان الانتاج اجاد وانه حرم النادي الاهلي من ان هو يفوز بمجهوده وبعيدا عن قرارات عكسيه يبقى ده شيء طيب، لكن لما يبقى انا عندي فرصه ان انا استفيد من ركله جزاء او استفيد من هدف ملعوب يبقى ده ظلم بالنسبه للفريق يعني. صحيح. فدي مساله محتاجه اعاده نظر، وخصوصا ان احنا لسه في اول خمس اسابيع من عمر الدوري، وبالتالي تبقى مساله بتحط محاذير وبتحطنا قدام امر غايه في الخطوره. واحنا بنتكلم على مسابقه، خصوصا السنه دي في منافسه صحيح عدد كبير من الاطراف، وفي وافد جديد على المسابقه زي فريق بيراميدز. فالمساله دلوقتي اصبحت فيها صعوبه شديده جدا، يعني المساله ممكن تلاقي على نهايه الموسم هتلاقي الدرع محصور بين اكبر عدد من الانديه، مش هيبقى بين ناديين اثنين، ممكن يبقى في اثنين وفي اربعه وفي سته انديه. فهي الفكره اللي انا بركز عليها الاساسيه، ان انت اديني حقي وبعدين سيبني بقى بعد كده انا استحق الفوز او لا استحق. صحيح صحيح. طيب شفت كابتن عصام النهارده برضه اتكلم وقال ان المشكله الوحيده في مباراه امبارح ان ابراهيم نور الدين كان حظه سيء، شايف التبرير ده ازاي؟ يعني هو انا ما اقدرش اقول انه ابراهيم نور الدين تعمد ان هو يخسر الاهلي. يعني مساله ليه ما يكونش فيه عقوبات بقى على الحكام؟ لا ما هو المفروض ما هو لا ما يتمش الاعلان عن العقوبات. لا ما هو انت عارفه هو في مبدا معمول به في لجنه الحكام او في كره القدم من قديم الازل، انه ما فيش قرارات بتعلن بالنسبه للحكام. لان ده برضه بيقلل من هيبه قضاه الملاعب يعني. فهي المساله انه لابد اللجنه هي اللي تحاسب الناس دول. ده بيبان بقى في ايه؟ بيبان ان انت ممكن تشوف ابراهيم نور الدين في عدد من المباريات اللي جايه انه ما بيحكمش، او مثلا هيبقى ما يتحطش مثلا ما يترشحش الاهلي على الاقل في الدور الاول مثلا، او يبقى زي ما قلت لحضرتك المساله اللي بتبقى في قرارات سريه في داخل اللجنه ممكن ما حدش ياخد باله منها، لكن بيبقى فيها نوع من العقوبه بالنسبه للحكم. صحيح. ده اللي انا عايز اوصل له كمان في المساله دي، انه مش انا هستفيد ايه من عقوبه الحكم. انا كنادي استفدت ايه بعد ما ضاع عليا 4 نقط؟ انا استفدت فهي إيه؟ الفكره انه لابد ان احنا يبقى موضوع في الاعتبار كل حقوق الناس كلها، حق الحكم ان هو يبقى محترم. يعني الواقع بتاعت محمد الشناوي امبارح واللي حصل، انت ما توصلنيش لمرحله الاستفزاز. صحيح. وبعدين صحيح. وبعدين صحيح. تقول ان انا اخطات وتديني كارت احمر. وهو طبعا انا بقول الشناوي اخطا والناس كلها بتعترف ان هو اخطا. صحيح. لكن انت وصلتني لمرحله الخطا وبعدين الاخر تلومني. فانت مفروض كقاضي انك انت مفروض تبقى انت دارس قراراتك بشكل كويس جدا، بتدي كل واحد حقه، وبتبقى موضوعي في التعامل مع اطراف اللعبه، وبتخلي اللعيب ما يخرجش عن الاطار اللي هو مفترض ان هو ما يتجاوزوش، العلاقه الاحترام ما بين الحكم وما بين اللاعب. فالحقيقه الموقف امبارح اشتعل، ويمكن كان في تجاوزات كمان بعد الماتش، حتى كان طرف فيها احد اللاعبين الافارقه،
المظهر اللي احنا ما كناش نتمنى نشوفه. أكيد أكيد. والحاله اللي احنا خصوصا انها جايه مع بدايه الاسبوع الاول تطبيق عوده الجمهور. فاحنا على فكره اذا كنا هنقول على ان في حد سيء الحظ يبقى هو الجمهور المصري. صحيح. الحقيقه يعني انا النهارده لما بقول انا بقالي 6 سنين بلعب كوره في علب في 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 استادات معلبه اذا جاز التعبير، وبعدين اقول مع اول تطبيق للتجربه ان انا اعمل حاجه زي كده بحيث ان التجربه تفشل فارجع تاني للملاعب المغلقه، دي مساله في منتهى الخطوره. وده اللي انا بحذر منه وبحذر اتحاد الكوره بالذات. انه لابد ان ياخد باله. كمان هيكون عليه عامل كبير جدا في استفزاز الجمهور اللي موجود. ايوه طبعا المدرجات. يعني انت النهارده الجمهور ما فيش اي فرقه عايزه فرقتها تتغلب او انها تخسر بطوله او انه اكيد فده المفروض ان احنا كلنا نشتغل عليه، الاعلام تشتغل عليه، لجنه الحكام تشتغل عليه، مجلس اداره اتحاد الكوره، الامن، كل الاطراف في المنظومه كلها لابد انها تتعامل على يعني تشتغل على نجاح تجربه العوده التدريجيه للجماهير. يعني احنا النهارده بنقول 5000، ال 5000 دول مفترض ان هم يبقوا 10 لغايه ما نرجع لما كان استاد القاهره كان بيبقى فيه 120000 متفرج. صحيح. فاحنا محتاجين ان احنا لابد ان احنا نستفيد كلنا من الاخطاء اللي بتحصل دي. وهي المساله مش متعلقه بضياع نقطتين من النادي الاهلي، لا دي متعلقه بمسابقه ممكن يعني تفشل من بدايتها يعني. صحيح. استاذ عثمان، من امبارح للنهارده سالنا جماهير النادي الاهلي رايكم ايه في الاداء التحكيمي امبارح في مباراه الانتاج الحربي والنادي الاهلي، المباراه اللي انتهت بالتعادل السلبي في الجوله الخامسه من الدوري المصري الممتاز. نتابع مع حضرتك دلوقتي كده بعض الاجابات اللي جات لنا على الفيسبوك الخاص بالقناه الاهلي تي في. مهند بعت قال لنا هو محمود نور الدين ليه كمل وجري ورا اللعبه حوالي 30 متر والكوره اتنقلت 3 مرات واستنى ليه الكوره تخش الجون مكان حسب اوفسايد من الاول طالما هو شايف انها اوفسايد؟ حد عنده تفسير؟ كمان دعاء بتقول التحكيم كان سائل الغايه، ظلم للاهلي، وده اكبر رد على الناس اللي بتقول الاهلي بيكسب بالحكام. عبد الرحمن ياسين بيقول اداء سيء جدا من جميع حكام المباراه، اخطاء ما فيهاش اي صعوبه عشان تتحدد، لا اجد اي مبرر لعدم احتساب ركله الجزاء والهدف الملغي. كمان محمود مصلحي قال لنا المشكله ان كل سنه بتتكرر وبيقولوا اخطاء وارده، اداء غير موفق مش بس الحكم، ده طقم الحكم او طقم التحكيم، حاجه غريبه ومش مقبوله خالص، الاهلي فوق الجميع. كمان حازم سيد بيقول تحكيم عالمي الصراحه، ضربه جزاء مش محسوبه، جول اكيد مش محسوب، لا بسم الله ما شاء الله تحكيم عالمي. كمان جمال بيقول اداء سيء، ضربه جزاء ما فيش اوضح من كده، تسلل مش موجود، التحكيم المصري سيء جدا. رولا كمان بتقول سيء جدا الصراحه، ضربه جزاء مستحقه ما اتحسبتش، جون صحيح واتحسب اوفسايد، بس برغم كل ده الدوري اهلاوي. ابراهيم انور كمان قال التحكيم ظالم للنادي الاهلي والاخطاء متعمده، هم ليه عايزين النادي الاهلي يسقط يسالون عن العدل؟ قول لهم مات عمر والله يا حرام. كمان محمود حسين بيقول في ناس بتقول التحكيم الحلقه الاضعف في كره القدم، بس ده بسبب ان هم الحلقه الأسوأ. كمان مجدي حسن بيقول الحكم ظلم الاهلي في ضربه جزاء وهدف صحيح بداعي التسلل، وايضا في عدم احتساب الوقت الضايع والذي يقدر باكثر من 5 دقائق، وايضا عدم طرد محمد الشناوي ولاعب الانتاج الافريقي. احمد اسماعيل كمان قال للاسف التحكيم ضيع مننا الماتش، ضربات جزاء مش بتتحسب حسب واهداف صحيحه ملغيه، وللاسف مش اول مره التحكيم يضيع مننا نقط. ندى كمان بتقول سيء جدا للاسف، بس برضو كله يعيش الوهم والدوري للاهلي. منى بتقول دول مالهمش تقييم، الصفر كتير عليهم. فارس بيقول سيء جدا. سعيد احمد بيقول تحكيم مخزي للرياضه المصريه. شايف تفاعل الناس كده عامل ازاي؟ الناس كلها حاسه بقد ايه النادي الاهلي تعرض امبارح لظلم بين. انا هرجع معاك بس للتعبير اللي استخدمه الكابتن عصام عبد الفتاح لما قال انه الحكم كان سيء الحظ. ايوه هو سيء الحظ، لانه الحقيقه الواقعتين ما لهمش خلاف. يعني يمكن ده سر التعبير، انه انت بتتكلم على وقائع دامغه، يعني ما فيش معلاش اختلاف يعني. طبعا انا مقدر جدا ومتعاطف جدا مع الجماهير اللي هي تفاعلت مع الاحداث مع المباراة، ولكن أنا بقول إن النادي الأهلي قادر بإذن الله إن هو يعوض المباراة دي. وأهم حاجة اللي يهمني أكثر من المباراة والنقاط إنه الحكام يدركوا إن في خطأ
جسيم حصل ومش ده اللي يعني الخطا اللي يتحسب على الاخطاء التقديريه المتروكه للحكم. صحيح. الاخطاء التقديريه اللي هي بيبقى عليها فيها خلاف فيها خلاف ما في وجهات النظر. لا، لما يبقى عندي خطا جسيم زي كده لابد ان كل الاطراف تعترف بيه وكله يتحاسب عليه ويتحاسب. لان احنا اذا ما تحاسبناش واذا احنا ما مش هنصحح هتفضل دايما الاخطاء هتفضل بالظبط كده. صحيح. لكن هي معانا دلوقتي على التليفون استاذ علاء عايزه الناقد رياضي في الاهرام. مساء الخير على حضرتك. مساء الخير استاذ علاء. استاذ علاء واضح ان عندنا مشكله في الاتصال، هنرجع نكلمه مره ثانيه. طيب بعيدا بقى عن الاداء التحكيمي السيء للغايه طبعا اللي شفناه امبارح في مباراه الاهلي والانتاج الحربي، نروح بقى لاداء النادي الاهلي وتغييرات كارتيرون كمان اللي استعان بيها خلال اللقاء، شفتها ازاي؟ يعني خلينا اقول لك ان احنا طبعا كارتيرون لسه ما زال حديث العهد، ولا كان في بالمناسبه حد امبارح بيكلمني في قناه الاهلي في برنامج لتقييم عن تقييم عن اداء كارتيرون في المرحله. اولا هو الراجل جه في وقت يمكن كان كويس بالنسبه له نسبيا لانه كان قبل الموسم ما يبدا وعمل يعني تخطى دور الثمانيه الافريقي بنجاح بعد ما كان الاهلي كان قاب قوسين او ادنى من توديع البطوله. نجح ان هو يحقق 4 انتصارات متتاليه وبالتالي تصدر المجموعه في دوري الابطال الافريقي. اي مدرب اجنبي، هو طبعا الميزه انه كان موجود مع وادي دجله فبالتالي ما كانش محتاج وقت كتير علشان يتعرف على الكره المصريه الاول وبعدين يتعرف على النادي الاهلي وبعدين يتعرف على اللاعبين، فدي بتاخد وقت من اي مدرب اجنبي بيحتاج لمزيد من الوقت لغايه ما يستوعب كل الادوات اللي هو هيشتغل عليها يعني. ف بتصور ان هو طبعا قدامه فرصه كويسه بالنسبه للدوري، ما زال احنا لسه في البدايه. واذا كان فقد نقطتين قدام المصري ونقطتين قدام الانتاج الحربي فلسه البطوله. صحيح. دي اسمها بطوله. صحيح. النفس الطويل. اكيد. فلسه يعني قدام هو الراجل. انا بأثني عليه في انه اداؤه او طبيعته نفسه هادي في التعامل. هو يمكن من حظه ان في اصابات مؤثره جدا في النادي الاهلي. صحيح. مجموعه لاعبين في بعض المراكز اللي كانت محتاجه لدعم زي الدفاع مثلا، الدفاع الاهلي محتاج بالاضافه. طب خلينا نروح لاستاذ علاء عزت الاول. استاذ علاء مساء الخير على حضرتك. اهلا بتحيي استاذ شيماء وبمسي وعلى الاستاذ الكبير سلم. اهلا وسهلا بيك. منورنا اكيد في كلام في الميديا. وعايز اعرف بقى شفت مباراه الاهلي والانتاج الحربي امبارح ازاي وشفت الاخطاء التحكيميه يعني الفظيعه اللي شفناها امبارح دي ازاي؟ مع الاسف الشديد منذ بدايه الدوري نحن دايما بنتكلم على التحكيم كعنصر اساسي بيقاتل المشترك الاعظم في اي مباراه. في الدوري المصري اصبح التحكيم هو القاتل المشترك الاعظم، يعني مش هو ده الحدث دلوقتي. كل السوريه التحليليه كل السوشيال ميديا كلها بتتكلم على اخطاء التحكيم، محدش بيتكلم على امور فنيه، وده شيء مضايق جدا وشيء مقلق جدا جدا. ان احنا ما بنتكلمش على ايجابيات او سلبيات فنيه، احنا كل كلامنا تقريبا منذ اطلاق الدوري. حقيقي. المباراه الاولى اللي استحيل للنادي الاهلي مع النادي الاسماعيلي بيتكلم على اخطاء تحكيميه. كم مباراه للنادي الاهلي لم تمر مباراه الا والحديث فيها عن التحكيم يكون هو القاتل المشترك الاول والاهم. كل مباراة الدوري حتى مباراة بيراميدز برضه بيبقوا في مشاكل تحكيمية، مباراة بيراميدز في مشاكل تحكيمية. للأسف الشديد أخطاء التحكيم هي أصبحت العنصر الأهم في كرة في الدوري العام، وده مش مطلوب. احنا المفروض ان احنا نتكلم على أمور فنية دلوقتي، خلاص مفيش حد بيتكلم على أمور فنية، مفيش حد بيتكلم على إيجابيات وسلبيات، مفيش حد بيتكلم على عناصر طالعة، عناصر داخلة، عناصر مميزة. صحيح. مكاسب للكرة المصرية من الدوري ده. كل يوم بنتكلم على اخطاء تحكيم واخطاء تحكيم زادت قوي. استاذ علاء يعني النادي الاهلي لوحده خسران في 5 لقاءات في 5 جولات 4 نقاط في تعادلين بسبب اخطاء التحكيم. طبعا امر مزعج جدا، امر مزعج جدا، وده اللي خلى جمهور النادي الاهلي يضغط لاول مره بقوه على اداره النادي للتحرك. يمكن شفنا اول مره جمهور النادي الاهلي بيطالب اداره النادي بالتحرك الجاد بالوقت اخطاء التحكيم. البعض يراها انها متعمده والبعض الاخر يراها ان في ضغوط على الحكام.
انا طبعا برفض طبعا اي توجيه اي اتهام للحكام انهم يكونوا متعمدين، لكن انا بعترف ان في ضغوط على التحكيم المصري، والضغوط لازم تخف على التحكيم المصري لان الاخطاء زادت قوي عن يعني احنا ممكن نتقبل ان 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 مباراه او اثنين او ثلاثه في يكون فيها اخطاء تحكيميه، لكن ان كل مباراه تكون فيها اخطاء تحكيميه ده امر مزعج جدا، امر بيخلينا نحط ان علامه التعدد، علامه التعدد ان حكامنا للاسف الشديد يعني فعلا مش مؤهلين، شخصيه الحكم المصري اصبحت شخصيه ضعيفه جدا. الاهم والاخطر الاهم والاخطر ان الكل في منظومه اتحاد الكره بيديروا بطوله الدوري العام انها تدور المباراه تنتهي. ده خطا منذ مباراه الاهلي والزمالك مباراه القمه الاخيره وخرج علينا كل اعضاء اتحاد الكره يحتفلوا بمرور مباراه القمه على خير وسلام بغض النظر عن تحقيق العداله التحكيميه، ده امر مزعج جدا. صحيح. يعني دلوقتي مش مطلوب من كل حكم ان هو يخرج بمباراه بره الامان، يعني الحكم مطلوب منه تحقيق عداله، هو مش فرض امن. الحكم مش جاي يحمي انبساط اكثر من 90 دقيقه، المطلوب منه ما تحصلش مشاكل جوه الملعب تؤدي الى الغاء مباراه او صد مباراه، لا الحكم مطلوب منه تطبيق العداله. شفنا حكام كتير جدا عشان خاطر المنظور الخاطئ للاسف الشديد اللي انا شايف ان كابتن عصام فتحي له دور كبير جدا 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 في تصعيد هذه النغمه، نغمه المباراه تمر بالسلام دي، شايف ان دي بتاثر سلبا على الحكام المصريين. دلوقتي كل الحكام دلوقتي كل دورهم من سنين بيتعدى على خير بغض النظر عن الاخطاء التحكيميه. شفنا كل التقنيات. طب استاذ علاء، شفت تصريحات عصام عبد الفتاح ازاي؟ شفت تصريحاته ازاي؟ حتى الان شفت تصريحاته ازاي بوصفه ان ابراهيم نور الدين كان بس حظه سيء، وانه صعب جدا ان في مصر هنا نطبق تقنيه الفار لان احنا ما عندناش امكانيات ولا فنيه ولا ماديه جاهزه في الوقت الحالي. لا طبعا احنا لم نترك هذه الامكانيات، احنا شفنا لما مره حبينا نجرب تقنيه البيجيت طبقناها بشكل كان مدى للسخريه، يعني لما جينا نطبقها حتى لما جينا نطبقها طبقناها بطريقه تدعو للسخريه تدعو للتقليل من حجم الكره المصريه. انا مندهش ازاي الاتحاد الكره المصري يتباهى بانه يمتلك ملايين الجنيهات من حقوق الرعايه، ورغم ذلك احنا فاشلين من الناحيه التقنيه. احنا اكثر حاجه بنعملها عملناها اللي هو الحكم الخامس، والحكم الخامس عملناها زر الرماد، يعني بنقول زر الرماد عشان نقول بس ان احنا اهو بنعمل حاجه، لكن الحكم الخامس في مصر ملوش دور خالص 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 وكل المباريات تقريبا ما شفناش حكم خامس في مصر بيلعب دور مهم جدا. انا شايف ان ترديد نغمه ان اخطاء التحكيم جزء من كره القدم او جزء من كره القدم ده اصبح شعار هيبقى مدمر للكره المصريه مستهلك خلاص بقى. يعني لابد من وقفه بجد، وقفه جاده، وقفه حقيقيه. صحيح. ما ينفعش يكون كل دور الحكم ان هو يكون مباراه بره الامان. صحيح. ما ينفعش ان ده يكون شعار في الكره المصريه، ما ينفعش ان احنا نحتفل بان مباراه قمه بين الاهلي والزمالك او الاهلي والاسماعيلي او الزمالك والاسماعيلي تنتهي في 90 دقيقه بدون ما تلغى او تفسد لاي سبب. لا احنا لازم ننظر لمنظور التحكيم بشكل مختلف. لازم نأهل حكامنا بشكل مختلف، يعني بشكل مختلف بجد. الاعتراض كمان الكابتن عقوبات، انا مش عارف ليه اتحاد الكره بيرى
حاضره في الملعب يعني. واضح ان الاتصال اتقطع. شكرا جدا ليك استاذ علاء عزة الناقد الرياضي في الاهرام. استاذ عثمان دلوقتي معدنا مع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك عن اخر اخبار الكوره سواء النادي الاهلي محليا او كمان عن منتخبنا الوطني الاول. فاصل ونرجع لكم تاني. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقرتنا في كلام في الميديا. لسه منورنا طبعا استاذ عثمان منورنا مره ثانيه. اهلا بيكي. شكرا جدا. طيب عايزين نرجع بقى ونتكلم عن منتخبنا الوطني الاول وان شاء الله لقاء النايجر القادم. شايف حظوظنا هتكون عامله ازاي؟ يعني خليني اقول لك انه زي ما كنت بتسالي من شويه على كارتيرون ومهمته مع الاهلي. انا بقول اي مدرب جديد بيتولى مهمه بتبقى الصعوبه في انه لسه بيتحسس خطواته. وخصوصا ده منتخب مصر كان في كاس العالم بعد 28 سنة غياب. صحيح. كان وصل لنهائي أمم أفريقيا ويعني كان المفترض ان احنا من اتحاد الكورة والمرحلة اللي جاية ان احنا بندور على الأفضل، بندور على ان احنا نفوز بكاس الأمم. ما يبقاش مجرد وصيف، بندور على ان احنا نبقى لنا مقعد دائم في كاس العالم. فده كله مش هيجي الا بشغل يعني فني، شغل احترافي، راجل مدرب السي في بتاعه كويس الحقيقه، لكن هو محتاج وقت وخصوصا هو جاي على مباراه، داخل على مباراه النيجر. من حسن الحظ ان المباراه عندنا في القاهره، فبالتالي يعني مش هتبقى فيها صعوبه قوي، لكن الصعوبه انه مجموعه العناصر اللي موجوده معاه يمكن هو قرر ان هو يعتمد على المجموعه الاساسيه من المحترفين اللي موجودين في الخارج. صحيح. مع تطعيم ببعض العناصر من في الدوري المحلي. واحنا عارفين ان هو شفت اختيار القائمه المحليه ازاي؟ هل شفت يعني ان كان في لعيبه ظلموا بعدم وجودهم في القائمه دي؟ يعني هو طبعا زي ما قلت حضرتك هو المتاح بالنسبه له. لانه طبعا حصل بعد كاس العالم في بعض اللعيبه كان لابد انها تخرج من القائمه، اما بسبب سوء النتائج اللي كان في المونديال او بتراجع مستوى او بكبر السن او في اطار عمليه تجديد دماء للمنتخب. صحيح. واعتقد انه ده وضع طبيعي وده وقته ان انت تبداي تجددي يعني. صحيح. لكن يعني احنا شفت عندنا الاستغناء عن احمد فتحي في قائمه المنتخب ده يعني هو احمد فتحي طبعا لعيب ممتاز وهايل خصوصا انه بيلعب في اكثر من مركز. صحيح. بيلعب في مركز الظهير الايمن، بيلعب في وسط الملعب. لكن إذا قلنا مثلا عملية تجديد الدماء دي مطلوبة، أعتقد أنه هو المدير الفني هو اللي بيبقى أكثر دراية بالعناصر الموجودة عنده ومين اللي يقدر يسد في المكان ده يعني. إحنا عندنا المشكلة الأساسية في المنتخب هي غياب المهاجمين أو قلة عدد المهاجمين. ودي طبعا راجع لأنه الأندية اعتمدت بشكل كبير جدا على معظم مهاجمين من أفارقة. صحيح. فدي بقى مشكلة يمكن محتاجة برضو إعادة نظر من جانب اتحاد كرة. صحيح. زي ما حصلت قبل كده مع حراس المرمى. صحيح. الأفارقة. فبالتالي إنه إحنا محتاجين نشتغل شوية على مسألة المهاجمين يعني. نشوف يمكن إحنا شفنا مروان محسن بترشح تاني بعد ما كان خارج. صحيح. القائمة. بعد ما كان خارج القائمة بنضم مرة تانية. بالضبط. بنضم صلاح محسن، اعتقد انه ده ممكن يبقى دعم كويس جدا للمنتخب، لكن كان محتاج ان هو يلعب مع الاهلي يمكن اكتر من كده، كمان ياخد فرصه اكتر مع النادي الاهلي لانه يعني عنصر من العناصر المميزه جدا. اكيد. فهو محتاج طبعا المنتخب محتاج شغل كتير الحقيقه. محتاج زي ما قلت حضرتك في الاول انه اجيري يبص كويس على كل العناصر الموجوده عنده. وبعدين بعد مباراه نيجر يبدا يعيد تقييم تاني للعناصر الموجوده عنده، مين اللي استمر، مين اللي محتاج فرصه. صحيح. افضل، مين اللي محتاج اللي يقولوا له شكرا. فالمساله محتاجه وقت، يمكن يكون عندنا حظ او عندنا حظ بالفعل ان احنا الفرصه المره دي كويسه لانه في 24 فريق هيشاركوا في النهائيات. وبالتالي المركز الاول والثاني ما فيش مشكله في اختيار اول وثاني المجموعه بتاعتنا اللي هو غالبا هتبقى تونس واحنا يعني. صحيح. فيعني مش شايف فيها صعوبه في مساله التاهل المره دي، لكن انت محتاج تشتغلي بقى على ما بعد التاهل، ان انت بقى عندك عناصر للمشاركه في النهائيات، وبالتالي انت محتاجه تاخدي المشوار من اوله
بفهم جيد والاحتياجات المطلوبه صحيح. للمنافسه على اللقب يعني. صحيح. استاذ عثمان سالم نورتنا النهارده في برنامج كلام جميل. انا اللي سعدت بحضرتك جدا ودايما انا على فكره بسعد جدا ان انا ببقى موجود ضيف في قناه النادي الاهلي بما فيها من كفاءات وما فيها من خبرات وعناصر مميزه جدا. الله يخليك. اصدقاء وزملاء وبعتز بيهم جدا وموفقين باذن الله. بشكرك جدا استاذ عثمان سالم مدير تحرير جريده الاخبار. بشكركم جدا طبعا على حسن المتابعه واشوفكم بكره باذن الله الساعه 5 مساء في حلقه جديده من كلام في الميديا. يوم سعيد ان شاء الله عليكم.